بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما الأم بتخاف على أولادها أوي، تأكلهم الأول وبعدين تأكل هي في الآخر. ورغم إن القلب ده أهم حاجة في الجسم، لكن هو بيعمل نفس الحركة دي، بيأكل كل الجسم الأول ويأكل هو في الآخر، بيغذي كل الجسم الأول ويتغذى هو في الآخر، بيدق الدم لكل الجسم فيتغذى الإيد والمخ والرجل والكبد والكلى، وبعدين يغذي نفسه في الآخر. زمان كانت الناس تقول هو مش القلب ده اللي جواه الدم، اللي بيدق الدم، اللي بيضخ الدم، قاعد بيضخ الدم لكل الجسم، مش مهم هو بقى، هو كده كده أساسا بيأكل يعني، إذا كان هو اللي بيوزع الدم ياخد اللي على مزاجه وبعدين يوزع الباقي بقى اللي فاضل. لا، إن كل شيء خلقناه بقدر، زي ما في حصة رايحة للرجل وحصة رايحة للمخ وحصة رايحة للكلى، في حصة رايحة للقلب عن طريق شرايين بتغذي الرجل وشرايين المخ وشرايين للكلى وشرايين للرجل وشرايين للقلب، بس مميزة. شرايين القلب مش زي أي شرايين تاني. أديك شايف القلب بيدق أهو، وطالع منه الخراطيم الكبيرة اللي طالعة فوق دي، وبعد كده بتلف وتنزل حواليه. وإحنا هنا بقى مصورين زوم كده ومورينك الحاجات اللي نورت دي، دي الشرايين بقى اللي بتغذي القلب شخصيا، هو نفسه اليمين والشمال اللي نوروا دول، واحد يمين القلب واحد شمال القلب، ويلفوا حوالين القلب متشبكين زي الشبكة أو زي التاج. ولو خدت بالك القلب وهو بيدق العضلة بتاعته بتتخن وتكش مع كل دقة، فالشرايين اللي جواها بتتقفل وتتفتح، بتتقفل وتتفتح. الوقت اللي هو بيدق فيه بيفعص نفسه فيه وبيعصر نفسه فيه عشان يغذي الجسم، الشرايين بتاعته بتتقفل فما يوصلوش دم. الوقت اللي هو بيرتاح فيه هو اللي الوقت الشرايين بتاعته بتتفتح فيغذي نفسه دم. فكأنه بيقولك أنا بمنع عن نفسي الأكل في الوقت اللي أنا بغذي فيه كل الجسم، ووقت ما بريح بواقي الأكل أو بواقي الدم اللي أنا دخيته لكل الجسم بيرجع تاني يغذيني. فبقى عامل زي الأم اللي بتغذي كل الناس، وقت ما الباقيين بيتغذوا هي تبقى قافله على نفسها، وبعد ما كله يتغذى وياكل ويوصل له دم وغذى ما تبقى من الدم، وفعلا ما تبقى من الدم اللي بيرجع في الاورطه بيدخل جوه شرايين القلب ويغذي القلب، تتقفل وتتفتح مع كل دقه قلب، تتفعص الشرايين بالذات اللي في الناحيه الشمال اللي في القلب، خلي بالك اللي في البطين الشمال بالذات، لان هو ده البطين اللي بيغذي القلب كله، هو ده اهم واحد في القلب، اهم واحد في البطين اليمين والاذين اليمين والاذين الشمال، البطين الشمال ده اهم واحد في الاربعه، الباقيين كلهم ممكن يتغذوا عادي، لكن ده هو الاساس، هو اللي بيوزع الدم، ما بيستقبلش دم تقريبا الا بكميه قليله قوي اثناء ما هو بيوزع الدم، وبعد ما بيوزع الدم ويدق بعد ما يرتاح وينبسط تتملي الشرايين بتاعته اللي منوره دي وتغذي نفسه بقى، يغذي نفسه، يغذي القلب ذات نفسه بعد ما بيتفرد كده، تتملي بقى الشرايين. لكن طول ما هو في الضخه بينقبض كده الشرايين تكون متفعصه، فلا ياخذ من الزاد الا قليلا ويعطي الزاد الى باقي الجسم. وعندما ينبسط ويرتاح في وقت الراحه بين كل دقه والتانيه تفتح الشرايين دي ويتغذى هو بالزاد بعد ان غذى كل الجسم بما تبقى من الدم اللي راجع فيه. سبحان الله، مع كل دقة وانت لا تدري. فعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وحتى الدم وهو معدي بتتفعص الكور اللي جواه، وكرات الدم الحمراء عاملة زي اللي العيش المبطط من النص كده، بحيث انها تقدر تتفعص وتتفرد، تتفعص وتتفرد. عشان تتخيلوها تاني، القلب اهو بيضخ الدم في الشريان الرئيسي اللي بعد كده بيلف
وهو بيلف كده يدي فرعين للمخ وفرعين للدراع وبعدين ينزل يدي فروع للصدر وبعدين ينزل يدي فروع للبطن وبعدين يتقسم واحد للرجل دي واحد للرجل دي. فالقلب طلع خرطوم يدي غذاء لكل الجسم اللي هو الخرطوم الاورطي او الشريان الاساسي او الشريان الاورطي. الشريان ده وهو لسه طالع قبل ما يدي اي فرع بيدي فرعين للقلب نفسه، واحد يمين القلب واحد شمال القلب زي الشبكه حوالين القلب او زي التاج، عشان كده سموهم الشرايين التاجيه وربنا عملهم كده عشان مش بس كمان كل واحد يغذي حته من القلب، لا دول يغذوا بعضهم بحيث ان لو واحد اتسد او اتقفل ممكن زميله يغذيه من الناحيه الثانيه فكأن ما حصلش حاجه. كل ده بفضل من الله وبحكمه من الله. لو قعدنا نفكر ازاي نرتبها وكل سنتي دم رايح فين مش هنعرف نرتبه بالقدر اللي ربنا خلقه. أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.